موضوع النقاش فقرة من فقراتنا الصباحية التي ندعوكم لمتابعتها، لأننا اليوم سنخصصها للاحتفاء سوياً باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين، والذي يتزامن دائماً مع مثل هذا التاريخ من كل سنة، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم كفرصة متجددة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة لهذا الشعب في ظل الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة للقوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية وتصعيد الاعتداءات على الشعب الأعزل خاصة في الضفة الغربية وكذا حصار غزة، مع تواصل تعطل عملية السلام وما خلفه ذلك من تداعيات على القضية الفلسطينية كاملة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 1977 قراراً بالاحتفال في 29 من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واختارت هذا التاريخ بالتحديد بهدف الإشارة إلى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة في عام 1947 والذي نص على قيام دولتين. في مناقشة الموضوع يشاركنا الأستاذ زياد العلول المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مباشرة من لندن عبر سكايب. بداية سيدي الفاضل، مرحبا بكم معنا. مرحبا بك وتحية لك وللشعب الجزائري، وسعد الله صباحكم. إذن أول سؤال قد يتبادر للأذهان وللمشاهد الكريم بخصوص هذا اليوم القار كل سنة، ما رمزية هذه المناسبة وما الدلالات التي تحملها سنة من بعد سنة؟ يعني أستطيع أن أقول أن 29 من نوفمبر هو يوم جميل أن الشعوب العالم تتضامن مع الشعب الفلسطيني، فهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لكنه يعبر عن عجز المنظومة الدولية، يعبر عن عجز الأمم المتحدة. ومن المضحك أن الأمم المتحدة هي التي نصت على هذا القرار، وهي لم تستطع أن تسترد الحقوق للشعب الفلسطيني. كما ذكرت أن هذا القرار جاء في نفس اليوم الذي تم فيه قرار التقسيم عام 1948، والذي يعطي للاحتلال دولة اليهودية، ويعطي لنا للفلسطينيين وغير مسميين الفلسطينيين مسميين عرب دولة عربية أو فلسطينية دولة أخرى. وهذا القرار الآن مضى على هذا القرار أكثر من 75 عام، وما زالت الأمم المتحدة والمنظومة الدولية عاجزة عن نصرة الشعب الفلسطيني، والاحتلال نفذ القرار وأخذ دولته، بل يعني استولى على كامل الأراضي المحتلة، ليس فقط الثمانية، لأن قرار التقسيم هو يعطي ثلث الأراضي الفلسطينية للاحتلال في ذلك الوقت، والآن استولى على كل الأرض. والأمم المتحدة بعجزها تقول أنا غير قادر على استرداد الحقوق، وكأنها تقول غير قادر على استرداد الحقوق، لكن هذا يوم نذكر العالم بالقرار وبالحقوق الشعب الفلسطيني فنحتفل به. نعم. فعلا إنها، أنا أعتبر أن هذا القرار هو عجز الإدارة الدولية، لكن نحن كفلسطينيين وننظر له كأمم عالمية تناصر الشعب الفلسطيني أن فرصة لإحياء القضية الفلسطينية إلى الواجهة. نعم. في كل عام. لكن أستاذ زياد، يبدو أن الأمم المتحدة حينما اتخذت قرارا بشأن اعتماد هذا اليوم في 77 بعد 900 وألف، حاولت التأكيد على ضرورة تنفيذ الشق الثاني من قرار التقسيم، الذي ربما أعطى للكيان جزءا من الأراضي العربية الفلسطينية، في حين لازال الشق الثاني وقف التنفيذ صح القول. وفي ذلك ربما بادرت الأمم المتحدة لتحشد الدول والمنظمات من أجل طبعا متابعة حق الفلسطينيين في ذلك، وصولا إلى تسوية سياسية. لا يشفع لها ذلك يعني في تذكير العالم
بضرورة تنفيذ الشق الثاني من قرار الأمم. هي من تحكم العالم، يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة هم من يصدرون القرارات. من أعطى اعتراف للاحتلال؟ من أصدر قرار التقسيم؟ هي الأمم المتحدة. نعم. هي من تتحمل مسؤولية. تذكر من؟ هي من تقود العالم، هي من تمثل الدول الأعضاء. وحتى يعني شرط تأسيس دولة الاحتلال كان مرهون بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية. يعني حتى إقامة دولة الاحتلال، رغم أن كل الاحتلال هو غير شرعي، لكن حتى صحيح. بمفهوم الأمم المتحدة هي لم تطبق أو تنفذ الشرط الآخر الذي يعطي فرصة لنا كفلسطين أن نقيم دولة. فهذه المنظومة هي عاجزة، وكم من القرارات التي صدرت بحق وتأييد للشعب الفلسطيني ما زالت نصوص على حبر. يعني أين قانون حق العودة؟ حق العودة هذا قانون وتم إعادته عشرات المرات في أروقة الأمم المتحدة، وما زال اللاجئون الفلسطينيون منتشرون في كل بقاع العالم. إذن هذه المنظومة الدولية المتعجرفة أنا أعتبرها، لأنها هي تطبق على الضعيف. هي هذه المنظومة تنفذ قرارات على الضعيف، تنفذ قرارات على إيران، على العراق، على الدول الإسلامية، لكن بما يتعلق بإسرائيل فإن إسرائيل فوق القانون. آن الأوان أن تأخذ الأمم المتحدة زمام الأمور ولا تتعامل بازدواجية بما يتعلق بالشعب الفلسطيني. انظر إلى قضية أوكرانيا وروسيا، كيف تقف الأمم المتحدة وتقف الدول الغربية كلها مؤيدة لأوكرانيا ضد روسيا؟ لماذا لا تقف مع الشعب الفلسطيني ضد احتلال إسرائيلي؟ طيب، بعيدا عن ازدواجية المعايير والحديث عن ما يدور في أروقة الأمم المتحدة، هذا اليوم أكسب القضية الفلسطينية يعني تضامنا شعبيا واسعا، ليس فقط عربيا بل حتى دوليا، بل حتى في قلب الدول التي قد تتعاطف من حين إلى آخر مع الكيان الصهيوني. ألا تعتبر ذلك مكسبا كبيرا تحقق من خلال إقرار جمعية الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة لهذا اليوم؟ شعوب العالم تعتبر قضية فلسطين قضية تحرر. نعم. وقضية فلسطين أصبحت جامعة لدى كل دول العالم بما صحيح. فيها الدول الغربية. ولاحظنا في مونديال كأس العالم في فعلا. قطر أن علم فلسطين يرفع ليس فقط بين الفرق العربية، بين المشجعين من كل دول صحيح. العالم. كل دول العالم هناك مناصرة للشعب الفلسطيني، وهذه المناصرة هي عمل تراكمي من عشرات السنوات للشعوب المؤيدة للحق الفلسطيني. نعم. ولا أعتقد أن الأمم المتحدة بتخصيص هذا اليوم أنها يعني أعطتنا جزء من حقوقنا، بل العالم يتفاعل. كل يوم هناك مظاهرات واعتصامات وفعاليات حاشدة في دول العالم، لكن هذا اليوم هو يوم لتذكير الأمم المتحدة نفسها والمنظومة الغربية والمنظومة الدولية أنه آن الأوان أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعودة حق اللاجئين، المتعلقة بالقدس، المتعلقة بتقرير المصير. هذا اليوم هو يوم لمناصرة القضية الفلسطينية وتثبيت الحقوق، وأيضا يوم يجب أن نتوجه إلى العالم بأن هناك قرارات موجودة في أروقة الأمم المتحدة، ولا نحتاج قرارات أخرى. القرارات موجودة لكنها لا تنفذ، لأن هناك سلطة إسرائيل التي تتخطى القانون الدولي وتتخطى حتى الدول العظمى. فإسرائيل لا تأبه بأي قرار، لأنها تعرف أن أي قرار غير نافذ. حتى قرار قتل شيرين أبو عقلة، القرار من الإدارة الأمريكية الذي يطالب بتحقيق بكل عنجهية وغطرسة، الاحتلال يقول لا نتعامل معها ولا نتعاطى ولا يوجد تحقيق ولا يوجد شيء. يعني يقتل القتيل ولا أحد يحاسب. هي هذه المشكلة. طيب، تحدثت عن ضرورة مناصرة القضية وتثبيت الحقوق، وأيضا التأكيد على القرارات الموجودة أصلا، وهذا ما كان في مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر مؤخرا،
والذي تؤكد أو يؤكد عليه الموقف الجزائري من أجل طبعا نيل الشعب الفلسطيني جميع حقوقه، حتى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد على ذلك في رسالته بالمناسبة، وقال لابد الآن المرور إلى مخططات من أجل تجسيد ذلك، لا الاكتفاء بالشعارات والاحتفاء هكذا. ما هي الآليات الآن المطلوبة ربما لتجسيد هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني حسبك؟ يعني بداية نحيي موقف الجزائر، وموقف الجزائر كان صباق، وربما لأننا نتشارك في أننا ثوار وأننا فدائيين وأننا نقاوم، والجزائر هي يعني قادها الثوار للتحرير من الاستعمار الفرنسي، وتعرف ما معنى أن تقاوم استعمار استيطاني كما كان الحال في فرنسا. الاحتلال الصهيوني هو احتلال استعماري، والجزائر كانت حاضنة لمنظمة التحرير وحاضنة للثورة الفلسطينية وحاضنة للفلسطينيين وداعمة، وقرارات الجزائر الداعمة للفلسطينيين على منذ تأسيسها قوية وموجودة. لكن ما هو مطلوب كما ذكرت؟ آليات لدعم الشعب الفلسطيني. الآن مشكلة الشعب الفلسطيني ليس كما هو الحال عندما قاد الجزائر ثورة التحرير، أن حدود مفتوحة ويستطيع أن يشارك الجزائريين عرب ومسلمين وأحرار. مشكلة الفلسطينيين أنها محاصرة، لا يستطيع أن يقاوم إلا الفلسطيني. إذن المطلوب تقوية هذا الفلسطيني، الآليات المطلوبة هو إسناد هذا الفلسطيني، لأنه هذا الفلسطيني هو رأس الحربة في ضد المشروع الصهيوني، هو من يستطيع أن يقاوم المشروع الصهيوني، لكن بدون دعم جزائري وبدون دعم عربي وإسلامي لا يستطيع، لا يملك الأدوات، لا يملك السلاح. هذا الفلسطيني المطلوب تمكينه، دعمه بكل ما أمكن من دعم، سواء دعم إنساني، دعم سياسي، دعم على مستوى حتى تعبئته ومساندته في مقاومة هذا الاحتلال، هذا هو المطلوب إلى حين نستطيع أن يكون هناك حدود مفتوحة. وأنا متأكد أن ملايين من الجزائريين سيذهبون للانضمام للثورة الفلسطينية ومقاومة هذا المحتل. أستاذ زياد، الاحتفال بالمناسبة هذا العام يأتي في ظل متغيرات كثيرة وجديدة، سواء كانت دولية أو عربية أو حتى فلسطينية، مثلا توحيد كلمة الصف الفلسطيني، أيضا نتحدث عن إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة انشغالات الأمة العربية، العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغيرها من المتغيرات والمعطيات. ألا يكسب أو ألا تكسب هذه المعطيات والمتغيرات زخما آخر للاحتفال بالمناسبة، وآفاقا قادمة لحلول مأمولة للقضية الفلسطينية؟ يعني هو بالطبع يعني في ظل انشغالات العالم الفلسطيني والمناصر الفلسطيني يستغل أي فرصة لتذكير العالم بقضية فلسطين ولإظهار مناصرة قضية فلسطين. ولاحظنا ربما مونديال كأس العالم في قطر فرصة حقيقية لاستفتاء الشعوب، رأينا ربما العلم الفلسطيني هو الأكثر تداولا بين الجماهير العربية والإسلامية والدولية، وهذا يؤكد أن الشعوب العربية والإسلامية هي مناصرة لقضية فلسطين، وأن أي قضية في العالم لا يمكن أن تلغي أو تنسي العالم قضية فلسطين. مهما ينشغل الجزائريون بقضايا محلية إلا أن قضية فلسطين تتصدر احتفالاتهم وتتصدر أعمالهم ويظاهرون فيها، وهذه القضية بالطبع يعني قضية يعني مركزية لكل الشعوب العربية والإسلامية. لكن أنا قلت أن الجزائر لعبت دور في لم الشمل الفلسطيني، الآن المطلوب تنفيذ آليات ووضع آليات لتحقيق هذا لم الشمل، لأنه لا يكفي أن يجتمع الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر ويتفقوا على بدء المصالحة. المشكلة أخي الكريم هي في البرنامج السياسي، يجب أن يكون هناك برنامج سياسي تتفق عليه الفصائل الفلسطينية والفلسطينيين في الداخل والخارج، وهذا البرنامج يقوم على الثوابت الفلسطينية التي تتمسك بالحقوق كاملة، ثم كل إنسان يسعى لتحقيق هذه الحقوق
بالطريقة التي تعجبه. لكن الآن المشكلة يوجد برامج سياسية مختلفة، هناك من يريد يحرر جزء من الوطن، هناك من يقبل أن يأخذ الاحتلال الأراضي الفلسطينية، هناك من يستغني يتخلى حتى عن الثوابت، هناك من يتخلى عن حق العودة. المطلوب أن يكون هناك برنامج سياسي يقوم على التمسك بالثوابت، غير ذلك سيبقى الخلاف موجود، لأن الخلاف سياسي وليس شيء آخر. طيب، تحدثت ضمن الآليات عن ضرورة برنامج سياسي موحد، ماذا عن استراتيجية إعلامية موحدة تكثف ربما من تبيان أن هذا الكيان كيان غير شرعي لا زال متواجدا في المنطقة، نزع صفة الديمقراطية ربما والمدنية عن هذا الاحتلال الهمجي، وربما فضح وتعرية ما يقوم به من انتهاكات بحق الأسرى وكافة الشعب الفلسطيني، ولاحظنا ذلك في الآونة الأخيرة من خلال عديد وسائل الإعلام حتى تلك الأجنبية بخصوص ما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما دفع ربما الكيان الصهيوني إلى تبني استراتيجية إعلامية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بإقحام مؤثرين من أجل تبييض صورة الكيان. ما رأيك أستاذ زياد، ألا نحتاج إلى استراتيجية إعلامية قوية في هذا الوقت بالذات؟ بالطبع، وهذا دورنا، دور فلسطين الخارج بالدرجة الأولى هو فضح ممارسات الاحتلال وتسويق الرواية الفلسطينية، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، وكل التضامن الدولي في دول أوروبا وفي الغرب وفي الأمريكيتين وحتى في الدول العربية ناتج على أنه الفلسطيني اللي في الخارج استطاع أن يوصل الرواية الفلسطينية التي تثبت الحق وتظهر الحق وأيضا تفضح جرائم الاحتلال. ولاحظنا هذا التضامن في كل المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وضد العدوان المستمر، ولاحظنا كيف خرجت شعوب الكرة الأرضية في حرب 2021 سيف القدس وفي الحرب قبل شهور أيضا. الشعوب التي تخرج إلى الشوارع كلها خرجت مناصرة للقضية الفلسطينية، هذا لأننا استطعنا أن نستغل الإعلام الجديد في تسويق قضية فلسطين. قبل 10 سنوات أو 15 عاما كان الإعلام التقليدي الغربي هو الذي يسيطر على ويحتكر المعلومة والرواية أيضا، نعم، مصر هو لإسرائيل ويسوق الرواية الإسرائيلية. الآن في وجود الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي في الموبايل تظهر الصور على الهواء مباشرة، ولاحظنا هذه الصور كانت تبث عندما حاول الاحتلال اجتياح والاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المقدسيين في حي الشيخ جراح، ولاحظنا اقتحامات القدس والحروب على قطاع غزة، كل هذه الأحداث كانت تبث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت لكل العالم، فلذلك لم يعد العالم يصدق الرواية الإسرائيلية التي يظهر فيها هذا المستوطن الصهيوني المعتدي أنه يعني دولة ديمقراطية وحضارية وأننا نحن الفلسطينيين المتهمين. فالحمد لله نجحنا، وأيضا حتى بدوركم كجزائر وكإعلام وإعطاء مساحة للقضية الفلسطينية، هذا أنا أعتبره جزء من مناصرة الشعب الفلسطيني حتى تبقى قضية فلسطين حاضرة في الإعلام العربي والإعلام الدولي والإعلام الأجنبي. الجزائر ودول عربية وكذلك شعوب أجنبية تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتناصره، سواء كان في مواقف في حد ذاتها أو على مدار العام، إلى أي مدى يمكن أن يدعم ذلك معنويات الفلسطينيين المقاومين في الداخل للاعتداءات الصهيونية عليهم طبعا؟ يعني حالة التضامن العربي والغربي مهم جدا، لأن الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة هو يشعر أنه وحيد في الميدان، أنه وحيد في المعركة، هو من يقاتل، لا يجد عربي ولا مسلم ولا غربي أنه يقاوم ويقاتل هذا المحتل بجانبه. فلذلك يأتي الدور أن يكون أن يشعر أن على الأقل هناك يعني عربي ومسلم جزائري مغربي تونسي في الخارج
يناصره ويمده بكافة وسائل الإسناد. هذا مهم لأنه هذا يعمل على تعبئة نفسية وتعبئة معنوية، وحتى لا يشعر أنه وحيد في الميدان. هو يفرح ويسعد عندما يجد شعوب العالم تتضامن معه وتخرج إلى الشوارع وتتظاهر معه، ويسعد عندما يرى علم فلسطين يرفع في كل مكان في العالم. هذا يزيد من صموده ويعطيه الروح المعنوية التي يستطيع أن يستمر في مقاومة هذا المحتل. ممتاز. يبقى ربما الأساس في التضامن مع الشعب الفلسطيني أستاذ زياد هو العمل المتوازي من الخارج في دعم المطالب الفلسطينية العادلة، ومن الداخل بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية التي ربما تكللت بتوحيد الصف الداخلي في الجزائر مؤخرا، والخروج ربما بخطة تحرير متفق عليها ويتلاقى حولها الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني. ما رأيك في ذلك؟ يعني بالطبع، يعني الشعب الفلسطيني ينقسم إلى قسمين. 50% من الشعب الفلسطيني يعيش في الأرض المحتلة، وهو يقاوم هذا الاحتلال بكل ما أمكن من قوة ومن وسائل، ويبدع في ذلك سواء في القدس، في الداخل الفلسطيني، في الضفة الغربية، في غزة. الشعب الفلسطيني النصف الآخر، وهو 7 مليون فلسطيني يعيشون في خارج الأراضي المحتلة، لهم دور كبير في إسناد الفلسطيني في الداخل، في إسناده بكل ما يمكن. فلذلك هناك في الخارج عشرات المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلام وغيرها. والآن نحن يعني أطلقنا مبادرة ربما من أسابيع، حملة دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وفي السابق الجزائر كانت سباقة وداعمة في حصول الحرية، والآن نحن نسعى إلى تسيير قوافل برية وبحرية، وأيضا حملات إعلامية وقانونية وسياسية، الهدف منها كسر هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة. كل هذا يأتي في دور فلسطين الخارج، وماذا يستطيع أن يقدم الفلسطينيون والمناصرين للقضية الفلسطينية للعمل على إسناد الداخل، بما فيها سواء رفع الحصار عن قطاع غزة، أو إسناد المقدسيين ومقاومتهم التهويد، أو كما هو الحال في الضفة الغربية مقاومة هذا الاحتلال والاستيطان الموجود، وأيضا كشف نظام الأبرتايد والتمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق 48. دورنا متكامل، ونحن معنا كأمة عربية وإسلامية نعتبرها حاضنة دعم لنا، لأنه لا نستطيع أن نفعل نحن كفلسطين في الخارج بدون أن يكون لنا حاضنة عربية وإسلامية وغربية. وتبقى القضية الفلسطينية أم القضايا العربية. أستاذ زياد العلول المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينية الخارج، كنت معنا من لندن عبر سكايب وعلى المباشر. مشكور جزيل الشكر على مشاركتك لنا الفقرة. وتحية للجزائر. شكرا لك، ونحن نحتفي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ابقوا معنا، فقراتنا متلاحقة متواصلة دائما في صباح نيوز.